السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غيكون طاجين ديال الفول. كنتمنى تعجبكم الوصفة اليوم وتشاركوها مع الاحباب ديالكم والاصدقاء باش تعم الفائدة. كيف ما كتشوفوا الفول راه قلعتو كيف ما كتشوفوا من الزردة. كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله. والفول غادي بعد ما قطعته غادي نديرو دابا غادي كيف ما كتشوفوا كنقشرو كنحيد ليه ديك الجلده الفوقانيه حتى كيبقى غير بحال هكا كتبقى غير الفوله بحال هكا كنحيدو ليه ديك الجلده اللي كتكون لاصقه عليه صافي كيكون بحال هذا الشكل كنبقاو عليه حتى كنكملو الكميه اللي عندنا وغندوزو ان شاء الله للطريقه. بالنسبه للحم اللي استعملت غادي نوريكم اللحم اللي استعملت عندي بزاف راه صورت. بالنسبه للحم البنات راه خديت كود فيلي دانيون كيجيو زويونين هما في الطاجين عرفتو مين في المقله كيجيو غزالي. انا راه صورت لكم حتى عند بوشخي عند من خديتهم كيجيو بحال هكا كيجيو زويونين على هذه الطريقه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيف ما كتشوفوا طاجين ديال الفول كيجي من داك الشيء الرفيع البنات. والله يا البنات هذا الطاجين كيفكرني غير بالبلاد واحد المذاق سبحان الله العظيم. داك الفول مقشر مع هذيك البصله مدغمره مع هذيك لاصوص كيجي فن فن فن. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الاخبار. كيف ما كتشوفوا المقادير اللي عندنا راه ما عندناش شي حاجه صعيبه بزاف بزاف. غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنوجدوا وكنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء. على بركه الله غادي نبداو. كيف ما كتشوفوا عندنا زيت العود البصله مشلضه الفول كنقلع عليه ديك القشره كيف ما شاركت معكم قزبور معدنوس واللحم كيف ما شفتوني راه شاركته معكم حتى عند البوشري عند القزار. وعندنا التوابل غنحتاجو غير الحرقوم الثومه تقريبا جوج دروس ديال الثومه محكوكين المهم جوج دروس كبار. وعندنا سكنجبير اللي كيكون فخي وكنحكوه وسكنجبير شويه هذاك اون بودغ العادي غبره. وعندنا شويه ديال البزار الابيض والبزار الكحل وشويه ديال الضامه ديال البنه ديال السمن كما كتشوفوا شويه ماشي بزاف. وعندنا شويه ديال الحرقوم البلدي والزيتون من طبيعه الحال الزيتون ديال البلاد ديال البنات. والطاجين تقريبا كتكون عندنا واحد البصله كبيره مشلضه. غادي ناخذ الطاجين ديالنا كيف ما شفتوا غادي ندير شويه ديال زيت العود تقريبا جهد نص كاس ديال زيت العود. وغادي ندير طريفه ديال اللحم ديالي على هذه الطريقه. بعد ما كنحط طريفه ديال اللحم نخليه يتشحر شويه تشحر لينا ديك البصله مع اللحم ونرجع معكم. هنا بعد ما تشحرت لينا البصله مع اللحم كنزيدوا شويه ديال القزبور والمعدنوس وغادي نزيدوا التوابل ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا البزار الابيض والكحل شويه السكنجبير وهنا البابا ديال الحامض المرقد كيف ما كتشوفوا معايا
شويه ديال الحرقوم بلدي، شويه ديال الثومه، وشويه ديال السكنجبير كما قلت لكم فخي حكيناه. هنا غادي نحاول نقلب اللحم ولا نحرك اللحم ديالي مزيان حتى تشرب ليا العطريه ان شاء الله، وكل كل طرف اللحم ندخلوا دوك التوابل ان شاء الله ونرجع معكم. وفي هذه الاثناء غادي نزيد معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيدو نص كاس ديال الماء باش يطيب لنا اللحم ديالنا ان شاء الله. وغادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب على خاطرو، من بعد نتلاقاو. بعد ما طاب لي الطاجين نص طيبه، دابا غادي نبدا ندير ان شاء الله البصله اللي شلطتها معكم. في هذه الاثناء غادي ناخذ الفول اللي صايبته معكم، غادي نديروا ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغنحركوه على هذه الطريقه ونتلاقاو. وغادي نديروه على الطاجين ديالنا من الفوق على هذا الشكل. هنا غادي نديرو شويه ديال الزيتون كيف ما كتشوفوا، والفلفلة، وشوية ديال القزبور ومعدنوس اللي شاط لنا في الأول. في هاد الأثناء كنزوق بشوية ديال الطريفات ديال الحامض الطاجين ديالي، وغنديروا الطاجين ديالنا على نار مهيله ونخليوه يطيب على خاطره، ونتلاقاو ان شاء الله بعد قليل. بعد ما كيوجد معنا الطاجين كيف ما شفتوا، كناخذوا ديك المريقه نكبوها على الفول ديالنا من الفوق باش يتجينا فيه ديك النسمه ديال العطريه ديال كلشي، جينا حتى هو منسم. كنتمنى تعجبكم الفكره ديالي ان شاء الله.
بالنسبه ليا البنات اللي ما كيبغيش المرقه بزاف في الطاجين راه تقدروا تخليوه وتنقصوا عليه البوطاطا يتشرب مزيان. بالنسبه ليا لا، انا كيعجبني تكون شويه المريقه في الطاجين باش الواحد يغمز، واللي عنده الوليدات راه كتعرفوا. وبعد الاثناء غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه على الطاجين ديالي، وغادي نزيد شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار. كيف ما شفتوا الطاجين ديالي الحمد لله وجاد، كنتمنى تعجبكم الفكره وتجربوه، راه كيجي غزال ما شاء الله، كيجي زوين بزاف بزاف. وكنتمنى لكم الصحه وطول العمر، وكنتمنى اللي شاف الفيديو ديالي يتابونا في القناه ديالي باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.